طرف الحوش أحد أطراف النجف الأربعة القديمة. في الطرف سوق للكتب سمي باسمه سوق الحوش، يعود تأريخه إلى ما يزيد عن 700 عام، ويعد واجهة للمدينة ومعلما من معالمها الثقافية، إذ يمتاز بتنوع المصادر في مختلف العلوم وخصوصا الدينية والفلسفية. يعد سوق الحويش من المراكز الثقافية والعلمية والواجهة الثقافية لمحافظة النجف، لما يتميز به من تنوع فكري على مستوى الكتاب، سواء على مستوى الكتب الدينية أو الكتب الفكرية أو الفلسفية. لا يوجد خط أحمر على أي كتاب، إلا إذا كان طبعا كتاب يسيء للمجتمع أو للمذهب أو يدعو للإرهاب، إحنا هذا ما نقبل به، أما البقية فكله مسموح به. يقابل السوق مرقد الإمام علي عليه السلام من جهة باب القبلة، ويضم علاوة على المكتبات مدارس دينية ومراكز بحثية مجاورة لمنازل كثير من علماء الدين، وسماه اتحاد الناشرين بشارع الجواهر للكتاب إسوة بشارع المتنبي ببغداد. حقيقة لما يمتلك سوق الحويش من أثر تاريخي ومكانة تاريخية فخمة جدا. نحن كاتحاد ناشرين في النجف الأشرف أسميناه سوق الجواهري للمكتبات أو للكتاب، أسوة بشارع المتنبي أو أسوة بحضارة العراق المنتشرة وغيرها. ومع المكتبات يضم الحويش أكثر من 110 دور للنشر سميت بأسماء بيوتات النجف الدينية، ولا يقتصر ارتياد السوق على شريحة محددة، بل يزوره الشباب والكبار من النساء والرجال. من النجف حسام الكعبي، يو تي في.